موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، يعني انا كنت هتكلم في الموضوع ده الاول وهو موضوع خاص بمباراة منتخبنا الوطني ومنتخب بلجيكا. انا لو تاخدوا بالكم خلال الفترة اللي فاتت اي ضيف كان بيجي معايا كنت بسأله، هو الراجل عادي ان هو يلعب مباراة قدام تاني تصنيف العالم وهو ما بقالوش شهر ونص؟ فطبعا الناس كلها كانت بتبقى مستغربة، لكن انا عندي معلومة مؤكدة اهو تاني، معلومة مؤكدة. انت بتقول ايه يا عم اسلام، معلومة ايه اللي مؤكدة؟ هقول لحضرتك حالا. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني متضايق جدا جدا، وكمان كان رافض ان هو يلعب مباراة بلجيكا الودية. بيني وبينكو لما تيجي تقعد تفكر فيها، صح، هو ليه يلعب ماتش بلجيكا دلوقتي؟ لانه الراجل شايف انه في بدايه مهام عمله مع المنتخب، وقال انه كان محتاج بعض الوقت تاني علشان يبدا يواجه منتخبات مصنفه كده يعني زي بلجيكا تاني التصنيف العالمي. هو شايف ان اللاعبين والمنتخب حاليا مش في افضل فورم ولا فنيه ولا بدنيه عشان يقدر يواجه المنتخب البلجيكي. كمان كان زعلان من بعض الامور اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت والاسباب اللي كانت مخليه فيتوريا زعلان، مثلا يعني ان الجباليه اتفقت ووقعت عقود المباراه دون الرجوع لروي فيتوريا. كان ساعتها هو موجود بقاله 5 6 ايام يعني بعد الاعلان عن التعاقد مع روي فيتوريا يعني. فحتى هو الراجل استغرب جدا، عشان كده هو اتكلم مع كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد ومع كابتن حازم امام عضو مجلس الاداره والمشرف على المنتخب، قال له يعني انه لن يقبل بان يتم اي اتفاقات على مباريات وديه خلال الفتره القادمه دون علمه او دون الرجوع اليه. على فكره مستر فيتوريا شخصيه قويه لم يختلف كثيرا عن كارلوس كيروش. برضه من ضمن الامور اللي حصلت انه كان من المفترض ان يكون هناك مباراه وديه مع منتخب الاردن تلعب برضه في الكويت، ولكن منتخب الاردن اولا طلب ان محمد صلاح يكون مشارك في هذه المباراه وده كان صعب جدا، بالاضافه ان فيتوريا رفض لعب هذه المباراه لانه كان سببه يعني قال لك انا مش عايز العب مباراه تانية، وفي نفس الوقت رفض مواجهه منتخب ليبيا وديا، هو عايز يلعب مباراه واحده. وجهه نظره كده يكتفي بمواجهه بلجيكا. طب ايه اللي هيحصل في مواجهه بلجيكا؟ ما حدش عارف، ممكن نكسب. كره القدم فيها كل شيء، حتى لو النسبه 5% 10% 20% ممكن نكسب، ليه لا؟ ما حدش عارف، لكن أنا بقول لحضراتكم معلومات مؤكدة. لأنه في النهاية قال لهم إيه؟ قال لهم خلاص هي بقى طالما بقت أمر واقع وتم توقيع العقود وكل شيء هلعب هذه المباراة، ولكن أنا لن ألعب مباريات أخرى يعني في الوقت ده. والحقيقة أنا بشوف إن ده تخبط إداري واضح، وبيكشف إن هناك عشوائية شديدة من الاتحاد المصري لكرة القدم أمام روي فيتوريا. عايز اقول لحضراتكم برضو انه المباريات الوديه دي يعني ملفاتها كبيره جدا، وعمالين نسمع بقى حكاوي ان كان من المفترض ان يكون المبلغ المالي قد كده. والحقيقه انا لم اتاكد، ما عرفتش ان انا اصل او اتاكد من هذا الامر، عشان كده ما حبيتش ان انا اتكلم فيه.